الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أقول انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التيمم، وقفنا عند شروط التيمم، ووقفنا عند أهمية من أهم مسائل التيمم هو النية، والكلام على التيمم هل هو رافع أم هو مبيح. بينا بأن الراجح الصحيح خلافا للمذهب بأن التيمم رافع للحدث، هو يرفع الحدث، ويترتب على ذلك أن المتيمم له أن يتيمم قبل دخول الوقت، وله أن يتيمم أيضا إذا تيمم قبل دخول الوقت له أن يصلي الفريضة ثم النافلة، ثم إذا لم ينتقد هذا التيمم الذي رفع به الحدث يصلي به الخمس صلوات خلافا للمذهب. وقلنا أن المزني من الشافعي وأيضا أن أبا ثور يقولون بذلك من المحققين في المذهب، وهذا هو الرجح الصحيح الأقرب إلى الدليل. وبينا النية وأقسام النية، الإنسان إذا انتهى، وهذا خاص بالمذهب، إذا انتوى، إذا قلنا بعدم الراجح قلنا بقول المذهب، إذا انتوى تيمم لصلاة النافلة فلا يصح له أن يصلي بها الفريضة، فإن صلى الفريضة بها لم تصح، لأنه التيمم ليس رافعا للحدث بل هو مبيح، ويدور مع النية حيث دارت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإذا أراد استباحة الصلاة فكانت للصلاة، وإذا أراد استباحة القراءة كانت للقراءة، وإذا قالوا إذا انتوى بالتيمم أن يقرأ القرآن ليس له أن يصلي لا نافلة ولا فرض، لأنه استباحة عبادة واحدة لا تتعدى لغيرها. وإذا انتوى أن بالتيمم استباحة صلاة نافلة لا يصح أن يصلي بها فريضة، وكل ذلك على المذهب دائر وراجع إلى أصل الأصيل، هل التيمم رافع أم مبيح؟ فعلى قول الجماهير وقول المذهب المعتمد في المذهب أنه غير مبيح فقط، فإذا تيمم لصلاة النافلة لا يصح أن يصلي بها الفريضة، وإن تيمم لصلاة الفريضة بعينها يصلي الفريضة ويصلي السابق واللاحق من النوافل، ولا يصلي بعدها أي نوافل ولو كانت مقرة، ولابد أن يتأكد من دخول الوقت حتى يبدأ يتيمم. ولذلك قلنا إذا انتوى رفع الحدث لم يصح تيممه عندنا في المذهب، لأن الحدث لا يرفع بالتيمم بل هو مبيح. وأما إذا استباح الصلاة صح تيممه، وإذا انتوى صلاة النافلة وأراد بها صلاة الفرض فقولان في المذهب. القول الأول أنه لا يستبيح بذلك صلاة الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وللفارق بين الفرض وبين النافلة. والقول الثاني في المذهب بأن الفرض والنافلة كلما دل الدليل على الفارق فيصح الصلاة، وهذا الأقرب إلى الصحة، لأنه لو انتوى استباحة الصلاة مطلقا يصح أن يصلي بها الفرض ويصلي بها النافلة، هذا على القول بأنه مبيح. وأيضا اختلفوا في المذهب لو استباح الطواف، لأن الطواف بالبيت صلاة كما ورد موقوفا عن ابن عباس، ورد مرفوعا وإن كان فيه بعض الضعف، لكن نقول إذا تيمم لاستباحة الطواف فطاف، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين لكل أسبوع، يعني لكل سبعة أشواط لكل سبعة طوافات لكل أسبوع ركعتان، فله صلاة تابعة لهذا الطواف، فهل يصاحب استباحة التيمم للطواف فقط أن يصلي بها النافلة؟ فمن قال من عندنا في المذهب، لأن هذا قول في المذهب وإن كان لم يكن معتمدا، من قال بفرضه صلاة الركعتين قال لا يصح، لابد أن يتيمم تيمما جديدا ليصلي الركعتين. والصحيح في المذهب أن صلاة الركعتين في الطواف صلاة تابعة، هي نافلة وهي تابعة، والأصل أن التابع تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فيكون التيمم لاستباحة الطواف يصح به أن يصلي صلاة أن يصلي ركعتين الطواف بعد الطواف. يبقى لنا كلام على شروط التيمم وأركان التيمم وواجبات التيمم وسنن التيمم ونواقض التيمم. أما الشرط أو الركن فالنية هي أول الشروط أو أول الأركان، والخلاف في ذلك خلاف لفظي، لأن الاختلاف لفظي هل الشرط الصلاة شرط التيمم شرط في صحة الصلاة
هل هو ركن؟ النية مية هل النية شرط أم هي ركن؟ الصحيح الراجح أن نقول الخلاف في ذلك لفظي، والمحصلة والنتيجة واحدة أنه إن لم يساوي لم تصح العبادة. إذ الأصل من العبادات التمييز بين العادات وبين العبادات، فقل هي شرط أو قل هي ركن، فصحيح أن نقول شرط أن يصح التيمم لابد من نية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوا هذا الصعيد الطيب فتيمموا به، ولا يكون القصد إلا بنية، فيشترط النية، وقد فصلنا القول في مسائل النية. الواجب الثاني أو الركن الثاني التراب، أو كل الشرط الثاني، لأن التراب يعتبر خارج الأفعال. الركن الثاني فالشرط الثاني التراب، وقد بينا الخلاف في ذلك في المذهب، وهو الأحوط الذي به يخرج من الخلاف، والقاعدة عند العلماء الخروج من الخلاف مستحب. فالشرط الثاني هو استعمال التراب الذي له غبار، وقلنا التراب الذي له غبار استنبط من حديث عمار، وأن مثلا لما علمه كيف يتيمم نفخ في يده، والنفخ هذا يدل على التراب، يدل على التراب الذي له غبار. فالتراب الذي له غبار هو الذي يصح به التأمم، كما قال ابن سينا فضلت على الأنبياء بثلاث، وذكر منها وجعلت لها الأرض مسجدا وجعلت تربتها طهورا. ويشترط التراب شروطا، أن يكون طاهرا وألا يكون مستعملا، هذا على أصل نصيب بيناه في مسألة الماء المستعمل هل يصح أم لا، وقد بينا ليتني أمامكم الآن حتى أسألكم ما الذي فصلناه في مسألة الماء المستعمل، لكن أنا أذكركم بأن الرافعي قال بأن الماء المستعمل عندنا ماء طهور ويترك استعماله تعبدا، كذلك التراب لو كان مستعملا قالوا لا يصح استعماله. ومعنى المستعمل بالنسبة للتراب بالضبط هو المستعمل بالنسبة للماء، يعني التراب المستعمل هو التراب المنفصل عن الوجه وعن اليد، أما لو كان التراب في الأرض فضرب واحد وتيمم به، ثم جاء الثاني فتيمم وضرب وتيمم به، وجاء الثالث فضرب تيمم به، فحد لأنه لا ينطبق عليه وصف الاستعمال، إذ وصف الاستعمال كالماء بالضبط هو المنفصل عن العضو الذي استخدمه للتيمم، هذا الشرط الثاني. وأيضا من الأركان أو الواجبات في التيمم مسح الوجه من أركان التيمم أو من واجبات التيمم، وأدل ذلك بالكتاب والسنة وبالنظر. أما بالكتاب فقد قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبة ثم فند الأعضاء التي يحدث فيها التيمم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي علم فيه عمار كيف يتيمم كان يضرب بكفيه على الأرض ثم مسح بوجهه ويديه، وقال وبين لعمار أن هذه هي كيفية التيمم، وبين أن قياسه قياسا كان قياسا فيه الخطأ، ولذلك ضرب بيده على التراب ومسح بوجهه ثم مسح بيديه. هذا الركن الأول أو الواجب الأول من واجبات التيمم. وبالقاعدة أيضا فإن التيمم بدل عن الوضوء، والوضوء من ركنه الركين، وابتداء الأركان فيه في ليصح الوضوء غسل الوجه، وكذلك البدل يأخذ حكم المبدل، فالتيمم لابد من مسح الوجه أولا. الثاني أو الواجب الثاني أو الركن الثاني مسح اليدين، ومسح اليدين كما بينا إلى الكوع أو إلى المرفقين على ما دلت الأدلة، وهذا الراجح في المذهب مسح اليدين إلى المرفقين زيد بن عمر وجابر، وأيضا الحديث الوارد عن عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف لكن يستدل به أصحاب المذهب على مسح اليدين إلى المرفقين. وحتى نجمل في الكلام فنقول المسألة دائرة على المسح، فمسح اليدين هذه ركن من أركان التيمم، والدلالة على ذلك أيضا بالقاعدة مع الكتاب والسنة، قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لعمار فمسح بوجهه ويديه، والقاعدة أن التيمم بدل عن الوضوء عن الماء، التيمم بدل عن الوضوء، فالبدل يأخذ حكم المبتدا. أيضا من الأركان عندنا في المذهب أو من الواجبات عندنا في المذهب في التيمم تعميم الركن بالتراب، تعميم الركن بالتراب، والماء ومعنى التعميم أنه إذا ضرب على الأرض
وعلق الغبار بكفيه أن يعمم كل الوجه بالمسح، فلو ترك جزءا يسيرا من وجهه ما صح تيممه، كما أن تعميم الماء تعميم الوجه بالماء شرط من صحة الوضوء، فكذلك التيمم الواجب من واجباته تعميم الوجه بالمسح وتعميم اليد إلى المرفقين في المذهب بالوجه، وعلى الراجح تعميم المسح باليدين إلى الكفين. وهذا دليله كما قلنا تعليم الإنسان من العمار، وتعليم الإنسان من العمار هذا بيان فعل الإنسان، وفعل الإنسان هنا بيان للواجب، وإذا كان الفعل بيانا للواجب صار واجبا، فإذا انتقص منه شيء لم يصح التيمم، فالتعميم هو أيضا شرط أو واجب أو ركن من أركان التيمم. الشرط أو الركن أو الواجب الأخير أو قبل الأخير الترتيب، ترتيب أن يمسح بالوجه أولا خلافا للحنابلة، أن يمسح للوجه أولا ثم يمسح لليدين، ومسح الوجه بالكتاب ثم بعد ذلك، وثم هذه تدل على الترتيب، ثم اليدين بما فطر الله به ما قال فامسحوا بوجوهكم، فابتدع بالأمر هو الوجه ثم سنى باليدين. وإن كان القائل ممكن أن يولد علينا إرادة ويقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الواو العطف فيها مطلق العطف مطلق الاشتراك، ولم يصح أن تكون للترتيب، قلنا الشافعي حجة في اللغة وقال قد تأتي الواو للترتيب، وهنا قد ظهرت أنها للترتيب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الله جل في علاه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم جاءت هنا الواو ترتيبية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عمار علمه وتعليمه بيان للواجب، وما كان بيان للواجب صار واجبا، فمسح بوجهه أولا ثم مسح بيديه. وعموما دائما كان يقول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به، فالترتيب واجب. وأيضا لفعل ابن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه كان يضرب ضربتين، ضربة لوجهه ثم ضربة ليديه وهو أثري، وهذا صلى الله عليه وسلم. وأيضا نرجع للنظر بالقاعدة التي ندور حولها أن التيمم بدل، فإذا كان بدلا عن الوضوء أخذ البدل حكم المبدل إلا ما دل الدليل على خلاف ذلك، والترتيب واجب من واجبات الوضوء. آخر الواجبات للتيمم التيمم ضربتان كما قلنا، فمن واجباته ضربة للوجه وضربة لليد، وإن كان هناك قول للشافعية قالوا والضربة الثانية سنة والضربة الأولى هي الواجبة، والمعتمد في المذهب التيمم ضربتان، وقد سبق تفصيل هذا الكلام وبيان ما فيه، لكن في المذهب كما قلنا هناك قول وإن كان غير معتمد لكن هو قول يوافق الأثر، قال التيمم ضربة والضربة الثانية سنة. هذه هي واجبات وشروط وأركان التيمم. يبقى لنا سنن التيمم. للتيمم سنن كما أن للوضوء سنن، وسنن التيمم هي سنن الوضوء، فالتسمية سنة بالتيمم. وهذا أيضا إذا طالب المكلف بالدليل رددنا عليه بقاعدة، ورددنا الدليل الذي ورد في الوضوء إلى التيمم. القاعدة أن التيمم بدل، والأصل أن البدل يأخذ حكم المبدل، فإذا كانت ثمن الوضوء معلومة بأدلة فهي بنفس الأدلة ثمن للتيمم، لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه. فإن قلنا بسنية التسمية عند الوضوء لقول سلم لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وقلنا لا وضوء إذا صح الحديث، يعني لا وضوء كاملا ولا وضوء لمن لا يسمي اسم الله عليه نقول نعم التسمية سنة للوضوء، وهي سنة أيضا للبدن، فيسمي الله عند أول ضربة يسمي الله. الثاني من السنن الدعاء بعد الانتهاء من التيمم، وهذا يرد على الشافعية لأنهم قالوا الدعاء بعد التيمم سنة، قلنا لهم قلتم إن التيمم ليس رافعا بل هو مبيح، فلما الدعاء والدعاء على رفع الحدث،
فلذلك كانت هذه من الأدلة الظاهرة أيضا على تقوية قول المزني من الشافعية وغيره الذين قالوا بأنه يكون رافعا. الدعاء أيضا سنة بعد أول أنه رفع الحدث بتيسير من الله ورخصة من الله بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين عندما صح هذا. وهذه كما قلنا ملزمة للشافعية في أن التيمم مطهر ورافع للحدث. أيضا من السنة أن يتسوك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لولا أن أشق على أمتي لأمرته بالسواك عند كل وضوء. فأيضا التيمم بدل فيأخذ حكم المبتدأ، فمن السنة أن يتسوك عند ابتداء التيمم. وأيضا من السنة الموالاة، لأن الموالاة عندنا في المذهب كما بينا في حديث ابن عمر الموالاة سنة، وهي سنة أيضا من سنن الوضوء، وإن كان الأقرب للدليل أنها واجبة وليست سنة. من سنن أيضا التيمم إمرار التراب على العضو تعميما وزيادة التحجيل في الوجه، لأن السنن بين أنكم تبعثون غرة محجلين. فإن كانت هذه من السنة عند الشافعي أيضا فهي ملزمة له بأنه رافع وليس بمبيح. وأيضا من السنة أن يبدأ باليمين، فإذا أراد مسح وجهه بدأ باليمين ثم الخاص، وإذا أراد مسح اليدين يمسح باليد اليمنى ثم يذهب إلى اليسرى، للأدلة التي جاءت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه ضروري وكان يحب التيامن في كل شيء. والسنن الأخرى بأسرها التي وردت في الوضوء تكون في التيمم سنة، لأن البدل يأخذ حكم المبدل. يبقى لنا الكلام على شروط التيمم. كما قلنا لابد من انعدام الماء، لابد من انعدام الماء، ان يعدم المرء المكلف الماء حكما او حقيقة، اما حقيقة فعلما، واما حكما ان يكون مع غيره الماء بمال اكثر من ثمنه، فهذا يكون قد فقد الماء حكما وان تواجد امام عيني. وايضا ان يكون هناك بئر فيه ماء وحوله سبع كأسد أو ذئب أو غير ذلك من الحيوانات المفترسة لا يستطيع الوصول إلى الماء بوجود هذا السبع، فهذا أيضا يكون قد عدم الماء حكما لا حقيقة. أو أن يكون معه ماء ولكن احتاج إليه لعطش أو لتضميم جراح معينة لا تصح تطبيقها إلا، فنقول له أنت عدمت الماء حكما لا حقيقة فلك أن تذهب إلى التيمم. أو كما قرر علماؤنا إن كان معه حيوان محترف، وحيوان محترف فقير احترازا من الحيوان غير المحترف. وأنا أسألكم وأريد أن أسمع، وهل هناك حيوانات محترمة وحيوانات غير محترمة؟ ما أسمع عامة. أيوة شيخنا الإخوة بيجيبوا، أخونا محمد أنور بيجيبوا خنزير يا شيخ روح. ونزول المني او نزول المذي او
على ان يكون قاعدا ممكن البقاله. ونتيجة على ذلك وجود الماء. فوجود الماء خارج عن فعل النفس. وهذا له نواقض شرط. وجود الماء ناقض من نواقض التيمم. وجود الماء ناقض من نواقض التيمم. والدلالة على ذلك حديث ابي ذر رضي الله عنه وارضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا أمر وظاهر الأمر الوجود دلالة واضحة جدا على اتخاذ التيمم برؤية الماء. ولذلك لما رأى الرسول راجلا في مؤخرة المسجد لا يصلي، فقال: لما لا تصلي؟ ألست بمسلم؟ ألست بمسلم؟ ألست مسلما؟ فقال: يا رسول الله، كنت جنبا ولم أجد ماء. قال: كان يكفيك أن تؤمن هكذا. وبين له الصعيد الطيب فهو له، ثم هو في النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل نظر نفق الصحة من أمر ربي صلى الله عليه وسلم، فهو في النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. فقال له: أفرغ هذا على جلدك، أو أفرغ هذا على جسدك. فمن نواقض التيمم وجود الماء. تبقى لنا مسألتان مهمتان. المسألة الأولى: التيمم هل هو مباح في السفر والحضر، أم التيمم خاص بالسفر دون الحضر؟ والمسألة الثانية: إذا دخل المتيمم أو المتطهر بالتيمم في الصلاة ثم وجد الماء يسكب أمامه، فهل صلاته تبطل وتيممه ينقض بعدما تلبس بالعبادة؟ فعليه أن يخرج منها ثم يبتدئ بعد الوضوء العبادة مرة ثانية. أبدا نفسره الأسبوع القادم إن شاء الله مع الدخول في المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. لكن يبقى لي هنا تنبيها مهما، هو الانتهاء من هذه المسألة: هل التيمم رخصة بالسفر دون الحضر، أم هو رخصة بالسفر والحضر؟ نزاع عند الشافعية قولان في المذهب. فعندنا أنه رخصة بالسفر، وأيضا تقييدا بالسفر الطويل للقصير. والصحيح الراجح في المذهب الذي نص عليه في الأم أنه له إن لم يجد الماء في الحضر أو في السفر له أن يتيمم. والدلالة واضحة جدا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا المعتبر وهذا الحق من قول الشافعية في الأم أنه احتج بقول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء ولم يذكر. بعد ما ذكر السفر والحضر، الآية ذكر فيها سفرا وحضرا، فقال عموما بعدما ذكر السفر والحضر: يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر. وأتى بنهاية الآية فذكر الحضر والسفر، ثم عمم الحكم فقال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ويبقى عندنا في القاعدة: يبقى العام على عمومه ما لم يدل دليل على التفصيل، ويبقى المطلق على إطلاقه ما لم يدل دليل على التفصيل. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المؤمن ولم يذكر السفر ولا الحضر. وعدم ذكره للسفر أو الحضر أو عدم تخصيصه إطلاق، ويبقى المطلق على إطلاقه، كأنه يبين للناس تبيينا بينا واضحا جليا في سنته: سواء كنت في سفر أو كنت في حضر، فالصعيد الطيب طهورك ولو لم تجد الماء 10 سنين، فإن وجدت الماء فلتمسه بشرتك. وهذا هو الراجح الصحيح. وقد روى الشافعي في مسنده عن ابن عمر انه كان في مكان قرب المدينه، يعني ما كان سفرا وكانت المسافه قصيره، كان في مكان قرب المدينه في مرقد النعم، فتيمم وصلى ثم دخل المدينه، ردا على بعض الشافعيه الذين قالوا: وان كان بقرب من الحضر لا يتيمم، بل يجب عليه ان يدخل الحضر ليتوضا. والصحيح انه قد طبق ما استطاع من اوامر ربه جل في علاه، ودخل تحت ترخيص قول الله جل في علاه: واتقوا الله ما استطعتم. هذه اخر المسائل. يبقى لنا مساله الصلاه والدخول في الصلاه الاسبوع القادم ان شاء الله نتم الكلام عليها. و
وننتقل الى المسح على الكبيره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، ولو كان ثمة اسئله ساكون بعد الاشاره واستريحكم عذرا. قلبي معكم وربي يعلم، واسال الله التثبيت، لكن هي مصالح، ونسال الله جل وعلا ان يلهمنا الاخلاص، ولا ننزل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صومه الا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه والبصائر التي له من صومه الا الجوع والعطش. نعوذ بالله ندخل في ذلك، ونعوذ بالله من الرياء والنفاق، ونحكم تحت فائده قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح انه قال: من راى راى الله به، ومن سمع سمع الله به. ما كان لله انسان والسفر، وما كان لاختلاه انقطع والسفر. نسال الله جل وعلا ان يديم عليكم حرصكم على الطلب، وان يثبتنا واياكم على هذا الطريق، وان ييسر لنا طريق الطلب ما حيينا، وان يجعل ذلك ابتغاء وجهه الكريم، وان يجعلنا ممن يغني الله به كلمته، وان يجعلنا ممن يذكر به الدين. اقول قولي